التماس طويلة كده على كاردن. أحمد فريمة الوسطى بينيه يرفع دور 18 الهدف الأول، الهدف الأول لفريمة الوسطى. يتقدم فريمة الوسطى على مروان أبي يوسف بتصبح نتيجة 1-0. شايفين كده جمهور بره بيقول يلا يا منوالة. هربة ضربة الوسطى تاني لكن بتطلع ضربة مرمى. على فريقي الأمل وشبين الاستعداد للمباراة القادمة. على فريقي الأمل وشبين الاستعداد للمباراة القادمة. أبو علي الرابع علي. Thank you.